دعم مستمر لإنعاش القطاع الصحي في عدد من المحافظات العراقية، منها بغداد، كربلاء المقدسة، بابل، النجف الأشرف، المثنى. العتبة العباسية المقدسة تنفذ 7 ردهات حياة على مساحة 47,600 متر مربع. مجهزة ب500 سرير وعدد من الملاحق الإدارية والخدمية بفترة قياسية 30 يوماً فقط، أنجزت 3 منها، وما تزال الأعمال قائمة لإنجاز المتبقي منها، ويستمر العطاء.